فتفقهوا في جرة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم هداية السائل. وكما تعودتم أن برنامج هداية السائل يبث على شاشة قناة الإمام الحسين 3 أيام في الأسبوع، السبت والاثنين والأربعاء في الساعة 1 ظهرا، مع ضيفي الدائم سماحة الإعلام السيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة. إذن رحب به سويت، حياكم الله سيدنا واهلا وسهلا بكم. حياكم الله وعليكم السلام ورحمه الله. الله يحفظكم ان شاء الله طال عمرك. سماحه السيد، بما انه هو برنامجنا برنامج فقهي، والاسئله التي تطرح على طاوله البرنامج هي اسئله فقهيه، ولكن قبل البدء اشير الى المشاركه، للمشاركه في البرنامج يمكنكم ارسال رسائلكم عبر الارقام الظاهره اسفل الشاشه، وكل ما يطرح على طاوله البرنامج من مسائل فقهيه هي مطابقة لفتاوى الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي دام المظلة. طبعا سيدنا، سؤال ربما يخص الكثير من الشباب، اللي بعض الشباب يخلون جر أو مثبت للشعر، هنا يكون عندهم البعض يقول أنه هذا المثبت هو غير مانع للوضوء، وهناك من يقول مانع للوضوء. كيف يمكن لنا أن نميز هل هذا المادة التي توضع على الرأس هي مانعة للوضوء أم لا؟ تفضل الجواب. بل يعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، في مفروض السؤال اللي تفضلت به سيدنا، أن ما يوضع على الرأس مثلا من هذا المستحضرات المثبتة للشعر أو المسرحة له كالدهون مثلا، نعم، وبعض الزيوت اللي متواجدة أو الموجودة في الأسواق في الصيدليات وفي غير الصيدليات، هذه بالنسبة لعلاقتها بالوضوء، احنا عندنا مقدار ما يمسح به المكلف رأسه مقدار 3 أصابع من الرأس، من مقدم الرأس يعني مو من مؤخرة، وينبغي أن لا يكون هناك حاجب أو حاجز بين اليد التي تمسح والرأس الذي هو الممسوح، لا يكون حاجب بين الماسح وبين الممسوح. هذا الحاجب خليك أي حاجب مثلا المفروض ما موجود، يعني مثلا لا يجوز المسح على العمامة باعتبارها حاجب بين الرأس وبين اليد الماسحة مثلا، هذه اللي احنا نسميها عركشين باللغة الدارجة او القلنسوة كما مذكورة في الروايات، هذه ايضا ممكن تشكل حاجب بين الرأس الممسوح وبين اليد الماسحة، وهذه الزيوت والدهون التي توضع على الرأس قد تحجب بين اليد الماسحة وبين الرأس الذي هو الممسوح، فإذا شكل الشيء حاجبا بين الماسح وبين الممسوح اللي هو الرأس، فحينئذ لا يكون وضوءا صحيحا، يعني تثبيت على الرأس ما يكون صحيح. التثبيت الصحيح اللي هو اليد الماسحة على الرأس مباشرة، هذا هو اللي راح يكون مسح حقيقي على الرأس. أما إذا أكو حاجب لا يكون هذا مسحا حقيقيا. زين، إذا تحقق أقل من مقدار 3 أصابع أو ربما ازداد عن 3 أصابع، شنو راح يكون يعني بهذه الصورة حكم الوضوء؟ هو المذكور عندنا إحنا في الروايات أن أقل ما يمسح من مقدم الرأس أو هو الممسوح من مقدم الرأس بمقدار 3 أصابع مضمومة، يعني من قصاص الشعر ثم إلى مسافة 3 أصابع
هذا هو مقدار الممسوح. فلو المكلف بعد انتهائه من غسل يده اليسرى يمسح بيده اليمنى هذا المقدار، نعم، اللي هي مقدار 3 أصابع من إلى قصاص الشعر، طبعا يكون نهايته هنا لأنه لا يجب أن يكون مقبلا، مو مدبر، يعني مو من قصاص الشعر إلى وراء، لا، يكون من ذلك المكان اللي هو بمقدار 3 أصابع نزولا إلى قصاص الشعر. أحسن، بارك الله بيك. نأخذ الاتصال من الأخ أحمد من بابل. السلام عليكم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. حياكم الله، يا أهلا وسهلا بك. الله يرضى عنكم. ممكن سؤال للسيد؟ بلي، تفضلوا جناب السيد وياكم. الله يرضى عنك. طال عمرك. الله يوفقك. سيدنا بس سؤال. نعم، تفضلوا جناب السيد وياكم. تفضلوا. الله يوفقك. أثناء الوضوء يعني تبين لي يعني قبل يومين لو 3 أيام يعني من أخذ المي وحطه على قصتي يعني ما أنزل بيه مباشرة اللي جوا، أصعد لي فوق يعني قصتي أخذ المي أصعد لي فوق وبعدين أخذ بالنزول. نعم، بعدين أخذ بالنزول. بلي، هذا السؤال. فتبين لي يعني المي أنا ما يعني ما أخذ بيه نزولا، أخذ بيه صعودا. نعم، وبعدين يلا أنزل. يعني بالخطوة الأولى تكون عندك صعودا وبعدين نزولا. بالضبط. أخ أحمد إذا تسمعني. نعم. يبدو انقطع الاتصال ولكن سؤالك واضح. نعم سماحة السيد، مثل ما سمعت سؤال الأخ أحمد من بابل أشار على أنه يقول قبل يومين أو 3 اكتشفت أنه بأثناء الوضوء من يسكب الماء على الوجه يبدأ بالصعود ومن ثم بالنزول. بلي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا غسل عضو الأول اللي هو الوجه يجب أن يكون من أعلى الوجه إلى الذقن، يعني نزولا، ولا يجوز نكسا، يعني من الأسفل إلى الممرات. سيدنا تكون حركة بسيطة، يعني هذه الحركة هي تكون من لا شعور، تكون في حركة للصعود وبعدها يكون للنزول. هي إذا كانت حركة غير متعمدة، بلي، يعني جاهل بالحكم، جاهل بالموضوع، ما يعرف أنه المسألة هذه الحركة البسيطة اللي هي الماء تصعيده إلى الأعلى يكون مبطل للوضوء، هذا لا بأس به. لكن هذا بمقدار جهله مثلا، إذا كان جاهل وهذا الجاهل مو عن تقصير يعني بالمقدمات، يكون هو قاصر، يعني هو أساسا ما يقدر مثلا يوصل إلى المعلومة. قبل يومين أنا عرفت أنه قبلها، إحنا دا نتكلم عن ما قبلها، قبلها كان قاصر مثلا ما يعلم أن هذا مبطل للوضوء، الآن حينما علم لا يجوز له أن يغسل الوجه نكسا، يعني من الأسفل إلى الأعلى. أحسنتم. كذلك عندنا سؤال آخر من أحد السيدات تقول بقضية السهو بصلاة المستحبة، هل يكون هناك واجب في قضية تأدية السجود أو سجدة السهو؟ بلي، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات الواجبة إذا سهى بها المكلف تجب سجدتي السهو، أما في الصلاة المستحبة لا يجب فيها سجود السهو أو سجدتي السهو في الصلوات المستحبة، مو واجبة، فقط في الصلوات الواجبة. كذلك يعني ربما سائل يسأل جنابكم في قضية السهو في الصلاة، البعض يكون عنده إرباك في الصلاة، يعني مثلا قرأ الحمد وراها يريد يقرأ السورة، اختار الأولى بعدها يريد يرجع على الثانية، يعني بباله فرضا آيتين يريد يعيد واحدة من عدهن، فهنا شنو يصير في هذه الحالة؟ بلي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا عندنا مشروعية سجدتي السهو في كل ما يزاد على الصلاة وينقص منها، يعني ما يكون زائدا على أجزاء الصلاة، نعم، وما يكون نقيصة عن أجزاء الصلاة. إذا سهى أو شك أو نسي جزءا مثلا وتداركه، أو هناك شيء زائد مثلا قيام زائد، ركوع مثلا زائد، بعد ذلك تدارك الأمر بحيث ما يكون أنه مبطل للصلاة، هذه إلى شنو؟ سجدتي السهو. فإذا كان من هالقبيل زيادة
زين، فالحالة هذه إنه يسجد سجدتي سهو أو نقيصة. وإن كانت يعني بكلمة واحدة، بل حتى وإن كانت بكلمة واحدة يصدق عليها أنها زيادة، تكون في هذه الحالة قد زاد في الصلاة. هذه الزيادة في الصلاة يسجد لها سجدتي سهو. بل وإذا كانت نقيصة بكلمة واحدة هم كذلك. النقيصة اللي هو مثلا يحتمل أنه أوسها أو نسى عنها مثلا، بس كون مو من الأشياء التي تبطل الصلاة، لأنه من بالأركان عمدا وسهوا تبطل الصلاة بنسيانها، بالسهو عنها مثلا، بالشك مثلا الذي يقع فيها، هذه تبطل الصلاة مثلا إذا كانت ركنا. أما إذا كانت واجبا فإذا أمكن التدارك بها ونعمت، ما أمكن التدارك مثلا انتقل إلى ما بعدها، هو ما يقدر يرجع لها مرة ثانية، بس كون ما مو من الأشياء التي تبطل الصلاة. تمام. في هذه الحالة إذا عدت زيادة أو نقيصة فيسجد لها سجدتي سهو. سيدنا، في قضية سجدتي سهو، المكلف في بعض الأحيان هو هم كثير الشك وهم كثير التلكؤ، هم تصدق عليه لازم يسوي هذه؟ بلي، بسم الله الرحمن الرحيم. لا، احنا ضابطة كثير الشك هو أو بالأحرى حكم كثير الشك أنه لا شك له، أو كثير السهو لا سهو له مثلا من هالقبيل هذا. ليش؟ لأن هاي حالة مرضية، هذه مو مسألة عابرة تجي مرة مثلا، تجي مرتين، وممكن واحد يتداركها، ممكن واحد مثلا يصلحها في داخل الصلاة مثلا أو في بعد انتهاء الصلاة. لا، هذه حالة مرضية، هذه دائما يشك، يعني ما تجي صلاة من الصلوات إلا وثلاث مرات، أربع مرات، عشر مرات هو يشك ويحتمل ويسهو وينسى. فهذا لا شك له، يعني حكمه عندنا في الإسلام أنه كثير الشك لا شك له، يعني يمضي بصلاته دون أن يلتفت. أحسن. كذلك قضية السجدتي السهو، يعني بعد الصلاة مباشرة تكون، لو ممكن يروح يخلص شغلة عنده مهمة وبعد لا 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 مباشرة بعد الصلاة وقبل أن يلتفت، يعني بعد ما ينتهي من الصلاة وقبل أن يلتفت أو ينشغل أو يأتي بما يبطل الصلاة، قبل كل هذا يسجد سجدتي سهو. ماذا يقال بها؟ طبعا هنا عبارتين، لكن العبارة الأسهل واللي ممكن ممكن واحد المكلف يعني يذكرها حينما يسجد، طبعا يريد مثلا يرفع يديها ويكبر أو يقول الله أكبر وإي نعم، هو قاعد مثلا على رجليه ثم يذهب إلى السجود، الله أكبر ويذهب إلى السجود، بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله وبركاته، ويجلس ثم يذهب إلى السجود مرة ثانية ويقول نفس العبارة ويجلس ويتشهد ويسلم. هذا. شكرا لكم. كذلك عندنا سؤال آخر من الأخ كرار من البصرة. الأخ كرار يقول سقط جوالي في الشارع وتكسر أجزاء منه أو وتكسر جراء دهس السيارة للجوال، فهل يضمن السائق السيارة أم لا؟ بلي، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان التقصير من صاحب الجوال، يعني هو التقصير من عنده وذاك الرجال سايق مقرود يعني ما عنده شيء، زين، وجت سيارته على الجوال وكسرته، بس إذا عرفا عد أن المقصر هو صاحب الجوال، هذا السايق لا يضمن، ما عليه ضمان، يعني بما معناه بالعامية ما يخسروا الجوال. لكن إذا كان التقصير من صاحب السيارة مو من صاحب الجوال، من صاحب السيارة يعني هو عرفا يعد هذا السايق مقصر، وهو إجا مثلا دهس هذا الموبايل وكسره بالعمد، عندهم فد قرائن مثلا عرفية يعرفون من عدها أنه هو كان متقصد لها المسألة. إذا عد عرفا أن سائق السيارة هو الذي دهس الجوال، يعني التقصير من عنده مو من التقصير من صاحب الجوال، هنا في هذه الحالة يضمن، يعني يضمن قيمة الجوال اللي كسره. يعني هسه هو حاليا الناس، أكثر الناس أو البعض منهم، ما أريد أعمم، أنه الجوال بيده حتى بالشارع وعينه بالجوال ويعبر الشارع ومرات يصطدم،
إذا كان رجل يصطدم بمرأة أو بطفل أو وكثير هم كذلك بحادث السير المروري أكثر هسه حاليا دي يصير من سبب الجوال. فهنا هسه حاليا عرفا انطبق على أنه من صاحب الجوال في العراق. هذا تقدير العرفي. اي التقدير العرفي هذا نقدر نتحكم به. يعني مثلا عقلاء الناس هم مثلا الشهود اللي واقفين يعرفون أنه صاحب الجوال كامش جواله بيده مو تمام لولا سقط من جيبه مثلا طاح، وهذا السائق بدل مثلا ما يروح إلى مكان آخر إجا متقصد ومتعمد وداس مثلا على الجوال. من يحدد هذه المسألة؟ العرف، العرف العقلائي المتواجدين يشوفون. يعني ممكن ذولا العرف العقلائي يقولون للسائق أكو مكان آخر تروح مثلا تسوق به إلا هذا المكان مثلا على سبيل المثال. لو فرضنا مثلا الجوال سقط من يد أحد الأشخاص على الرصيف، الرصيف هذا عادة يمشي عليه السيارات لو الناس تمشي عليه الناس مو السيارات، إذا إجا أبو سيارة وصعد للرصيف وكسر هذا الموبايل التقصير من من؟ التقصير يكون بهالحالة من صاحب السيارة مو من صاحب الموبايل. أحسن. ناخذ يعني هذا الاتصال الهاتفي. الأخت زهراء من بغداد. السلام عليكم أخت زهراء. السلام عليكم. الله يسلمكم إن شاء الله. عندي سؤالين شوية إذا تسمحوا لي. اتفضلوا. السؤال الأول. الأول إنه زوج أختي يقول لها أنا حاطة العباس عليك إذا أخذتي درهم من فلوسي، يعني أبد ما تمديني تشعليين بدون علمي. نعم. وإنه هو مثلا ياخذها، أنا ما أقول يعني ما يجيب لها أو ياخذها، لا ياخذها ويجيب لها، بس هو كله شغلته بالقوات وما يجيب البيت أي شيء، يعني مثلا هاي البيت أو هاي، تقول أنا إذا أخذهن أنا ما أروح أطلعهن إذا البرة، إنه أجيبهن هاي البيت مثلا نقول تحف أو شيء البيت ما أطلعهن البرة أو أسوي بهن شغلات حرام أو الجهالة أو اللي، يعني هل يجوز أخذ بدون علمي؟ علمي هو يقول يقول أنا حاط عليك العباس تأخذي بعد يصير ما يصير. زين. السؤال الثاني. السؤال الثاني شنو بلي؟ السؤال الثاني، أمي عمرها 60 سنة. الله يحفظها لوالدتك. الله يحليك. أيوه. وأبوي أكبر منها يعني بهواي، بس يقول لها يقول لها لا تطلعين لا واجب ولا تروحين تواجبين يعني أي حد ولا هاي، ولا تسلمين على نسابتنا، يعني هي بجد ولدها نسابتها مو كبار، يعني بجد أخوتي الواحد مثلا 20 سنة 25 سنة، يقول لا لا طلعين عليهم لا تسلمين ويجون هنا لا تسلمين ولا طلعين برا ولا تواجبين، ودني كلهم كون قاعدين بالبيت وسكتين، يعني لا عرس لا تعرفين من جوارينا لا ديرين عليهم، وهي حتى ولد يعني ياخذونها مثلا نقول الفاتحة صارت عندنا أو عريس أو ياخذونها ولده، يعني تقول هل يجوز ما أسمع كلامه وأعوفه لأن هو هذا شكاك وأسكت عنه والولد ياخذوني لو شلون يعني، وهو عندنا كل شيء شكاك كل شيء. شكرا عيني والله يخليكم. شكرا لكم أخو الزهراء. الله يحفظ والدك. الله يسلمكم. الله يخليك. طال عمرك. الله يسلمكم. طبعا الأخت زهراء مثل ما سمعتوا سؤالها سماحة السيد. السؤال الأول للأخت زهراء تقول على أنه زوج أختها محلفها بالعباس عليه السلام أنه ما تشيل منه فلوسه لأن هي تأخذ الفلوس تصرفها على البيت نفسه، ما تشتري بيه لهن شخصيا ولا تشتري للأولاد، تشتري للبيت مثل بعض النساء يحتاجون تعديلات في البيت مثل تحفيات مثل تبديل الستائر مثل التغييرات والتعديلات المطلوبة. فهنا شنو يكون الجواب؟ بلي بسم الله الرحمن الرحيم. يعني رجل أختها بلي. مو يعني ما إلها بيا نسب غير فقط بس هذا هي سالة نيابة عن أختها طبعا ها نيابة عن أختها يعني بلي. السؤال مو إلها بلي. بلي في هذه الحالة إذا كان هذا الرجل منطي مثلا الفلوس وهو يبيح لها يعني يقلها تصرفي مطلقا، نعم في هذه الحالة لها مطلق التصرف، ما تشاء تشتري أو ما تشتري لحالها لعيالها للبيت لغيره، لأنه هو أباحلها مطلق التصرف مثلا بالفلوس، أو لا قيد عليها التصرف، يعني مثلا يقول هذا الفلوس اللي أنتجيها فقط للمسواق، يعني مثلا للأكل والشرب لا يجوز لها أن تتصرف بالفلوس خارج عن هذا النطاق اللي حدده اللي هو الأكل والشرب تمام. أو لا
يقول لها إلا تراجعيني مثلا هاي الفلوس خليها مش، لكن من تريدين فد حاجة تراجعيني. في هذه الحالة أيضا هذا قيد آخر غير القيد الأول، ما تقدر بعد ذلك تشتري فشي إلا لما نتراجع صاحب الفلوس. هو هذا الرجل صاحب الفلوس إذا قيد في، هي لازم تكون تمشي حسب هذا القيد اللي حط الرجل، وإن كان هو عنده فرضا قصور في يعني في بيته في يعني مستلزمات البيت. المرأة دائما تحب تعدل بيتها. بالي بسم الله الرحمن الرحيم. يعد الرجل مقصرا مثلا في بيته حسب حالة المالية أو المادية للرجل. يعني مثلا إذا كان راتبه مثلا من الرواتب القوية، كان يكون مثلا مليون وفوق من المليون، يعني مليونين ثلاثة. نعم. مثلا إذا راتبه هيجي، وإن كان هسه متوسط الرواتب الموجودة بالموظفين 600، إذا أكثر وربما أقل. لكن هذا إذا كان راتبه أقوى مثلا يوصل إلى المليون دينار، ومع ذلك هو مقصر عليهم من ناحية اللبس، من ناحية الأكل الشرب، طبعا ذن اللي يتوضح به أنه مقصر أو لا. أما مسألة التحفيات فهذا مسألة ثانوية، هاي ترجع إلى هو نفسه الشخص ذاته، يعني هو يرغب في أن يشتري تحفيات للبيت أو كماليات مثلا، لكن الأساسيات هي الأكل والشرب واللبس. إذا نقول عنه مقصر فنشوف أنه في هذه الثلاثة أشياء هل هو فعلا مقصر أم لا. فإذا كان هو مقصر مثلا في الأكل والشرب واللبس، نقول مثلا هذا مقصر وينبغي تنبيه الرجل من أنه ترى المصروفات مالتك لازم تكون تسد هاي الحاجات. شنو مقدار الملابس، يعني مقدار شراء الملابس للأولاد وللزوجة نفسها؟ للزوجة وللأولاد عليه أن يشتري لهم ما يستر أبدانهم من الملابس اللائقة بشأنية الأولاد أو شأنية هو الشخص نفسه. يعني مو مثلا هو من أصحاب الملايين ومثلا يشتري لأولاده أسمال، يعني من الملابس مثلا المقطعة أو الملبوسة سابقا مثلا من هالقبيل. هذا ليش؟ لأنه هذا ما يناسب شأنية هذا الرجل. زين. أو هو مثلا من الفقراء لكنه لا يشتري من الأشياء الفخمة وذات الأسعار يعني العالية. يعني بالشهر مرة يشترون، بالسنة، بالموسم، شنو قيمة حسب حالته مولانا. حسب حالته. يعني وين كان هو الضابطة لهذا الموضوع هو حسب المواسم، لأنه الملابس منها شتوي ومنها صيفي ومنها ما يلبس بين مثلا بين الفصلين. يعني في الخريف إلى لبس وفي الربيع إلى لبس. فإذا كان الشراء مثلا في هذه الأوقات يكون مناسب. أحسنت. قبل لا نكمل السؤال الثاني للأخ الزهراء من بغداد، اسمح لي سيدنا أذهب فاصل وأصل حديث فضل. معكم مشاهدين الأحبة، طبعا نذهب فاصل ونواصل الحديث مع سماحة السيد ظافر الفياض، وكذلك إن شاء الله نكمل أسئلتكم، ولكن بعد هذا الفاصل. أخوانا لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. أنا شاب حديث البلوغ، الشعر خفيف جدا في لحيتي، هل يجوز لي أن أحلقه؟ إذا عدها العرف لحية فلا يجوز حلقها. هل يجوز لي إيذاء الجسد عندما أعمل معصية حتى تبقى علامة لي لأتذكر وأرتدع؟ يجوز للإنسان زجر نفسه حتى يبتعد عن المعصية بواسطة الصوم، وليس له إدخال النقص على الجسد. ما هي كفارة إسقاط الحامل لجنين عمره 3 أشهر عمداً مع الجهل بالحكم؟ كفارته التوبة والاستغفار في مفروض السؤال، كما وتجب الدية على الذي باشر الإسقاط،
فإن كان بسبب الدواء وباشرت الأم استخدامه فعليها الدية، وهي في فرض السؤال 60 مثقالا شرعيا من الذهب الخالص، كل مثقال يعادل 3.6 جرام، وتعطى لورثته الذين لم يباشروا الإجهاض. وإذا كان بسبب الإبرة فالدية على من باشر تزريق الإبرة. ما حكم من تنظر إلى مباراة كرة القدم مباشرة أو عن طريق التلفاز؟ أقصد النظر إلى اللاعبين وقسم من أجسامهم مكشوفة. لا يجوز في مفروض السؤال، كيف وقد قال الله تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يوجد بناء بعنوان أنه مسجد، هل يمكن بناء منزل فوق أو صالة للنوم أو بناء حمامات ومرافق وما شابه ذلك؟ لا يجوز ذلك في فرض السؤال. لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا، واهلا وسهلا بكم، وكذلك نرحب بفضيلة العلامة السيد ظافر الفياض، حياكم الله مجددا. حياكم سيدنا واهلا وسهلا بكم. الله يسلمكم. طبعا كان قبل الفاصل اتصال الأخت زهراء من بغداد، وكان سؤال الأول حول زوج أختها، وكذلك السؤال الثاني للأخت زهراء تقول بي أنه أمها عمرها 60 سنة وأبوها دائما يعارضها على موضوع الخروج من المنزل وتأدية الواجبات. بتدري احنا عندنا أعراف، وهذه الأعراف منها أعراس، منها مناسبات، منها غير مناسبات، وكذلك يقولها حتى مع نسابتك لتحكين اللي كلهم نسابتهم يطلعون بقد أولادها. هنا الأخت زهراء تسأل نيابة عن أمها، كذلك شنو الوالدة هنا تتصرف؟ بلي، بسم الله الرحمن الرحيم. من الواجبات اللي المهمة على الزوجة سواء كانت شابة أو مثلا متوسطة العمر أو إذا كانت عجوز مثلا 70 سنة أقل أكثر من هذا العمر، الواجبات هي الواجبات المعروفة على الزوجة. إذا كان عندها زوج والزوج هذا لا يرضى بالخروج من البيت، فعلى المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، إلا بإذن الزوج. هذا من الواجبات، وهذا ما بعمر، إنه هذه عمرها 70 سنة يعني بعد ما تأخذ إذن مثلا من الزوج بلي. لا، هذا الواجب على النساء عامة، سواء كان عمرها 70 سنة أكبر من هذا أقل، متوسطة العمر، شابة، كل هذا شنو ينطبق عليها؟ الأمر نفسه. نعم. اللي هو واجب عليها لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها. أذن زوجها مثلا بالخروج تخرج، لم يأذن تبقى قاعدة بالبيت. أحسنت. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. عندنا الأخت أم أحمد من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلمكم إن شاء الله، تفضلوا. سيد عندنا سؤالين. نعم تفضلوا. الأول من أقرأ سورة الفاتحة أقول إياك أعبد، يعني أعبد وحدي لو أعبد مجموعة. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، أول جمعة من شهر رجب فاتتنا الصلاة، يعني الفرض يعني هي موجودة والأعمال، يصير أصليها قضاء لو يعني إلا بوقتها؟ الصلاة المستحبة هي مستحبة، يعني يصير بأي وقت قضاء؟ زين، كذلك يعني أنه سؤالك حول الصلاة المستحبة إذا فاتتك. زين زين، بس على صورة الحمد إذا شوية تشرح لنا تدللون إن شاء الله. جناب السيد يوضح هذا الشيء. رحمة الله والديك. الله يسلمكم إن شاء الله، شكرا لاتصالك. سيدنا عندنا الأخت أم أحمد من بغداد تسأل حول قراءة سورة الحمد.
تقول من نقرأ نقول إياك نعبد. هنا المقصود بهذه العبودية يعني هي فرد أم ماذا؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنت أنا ما أعرف شنو السؤال بالضبط، هل هي بخصوص تفسير مثلا إياك نعبد، نعم، أو مثلا نطق الآية كيف تنطق؟ نأخذها على المحمل. المحمل الآية تنطق هكذا: إياك نعبد وإياك نستعين. بلي. طبعا هناك تقديم وتأخير، يعني معناها نعبد إياك ونستعين إياك، لكن هذا التقديم لغاية التأكيد مثلا، تأكيد الأمر، أو لغاية مثلا من غايات اللي تنبيه تنبه المتكلم من أن المخصوص بالعبادة هو الله سبحانه وتعالى وحده. لذلك يقال أن هذا التقديم لأجل اختصاص هذا الكلام، اختصاص الأمر فقط بمعبود واحد اللي هو الله سبحانه وتعالى، فيقال إياك نعبد، هذا نطقا وتفسيرا. وتفضلت وقلت أنه للفرد مثلا، من شأنية الله سبحانه وتعالى أن يكون الكلام، إذا يعني الكلام يوافق الشأنية، يعني الشخص الواحد مثلا أقول إياك أنت مثلا، أو أنت هو أنت مثلا. أما إذا لا أريد أخاطب هذا الشخص لأن شأنه عالي أو ذو شأنية، أقول مثلا أنتم، ها، حضرتكم مثلا، سمعتم مثلا، بصيغة الجمع. هذه الصيغة اللي هي وإن كانت تخاطب، نعم، فردا واحدا، إلا أنها تناسب شأنية المخاطب، تمام، نعم، من أنه هو ذو منصب عالي مثلا، أمير، رئيس، رئيس وزراء، كذا، زين، فالمخاطبة أدبيا معه تكون بصيغة الجمع. هكذا أيضا في الأدبيات الموجودة أنه المخاطبة مع الملوك والأمراء تكون به الصيغة هذه، ما يناسب شنو شأنية المخاطب. هنا أيضا الله سبحانه وتعالى هو أعلى من كل شيء، مو لا يقاس لا بالأمير ولا بالملك، تمام، هو ملك الملوك، فلذلك ما يناسب شأنيته أن يكون مثلا حينما نقول إياك نعبد، يعني نحن البشر، تمام، معبودنا هو أنت الله سبحانه وتعالى، لكن المخاطبة تكون بما يميز شأنه تعالى. بل أحسن، بارك الله بك. كذلك عندنا قبل لا أنطلق للسؤال للأخت أم أحمد الثاني، نأخذ الأخت زهراء من بغداد. السلام عليكم أخت زهراء. السلام عليكم عيني. نعم تفضلوا. رحم الله والديك. بس أريد نبه لي شوية تنوي بسيط للسيد، أنه أنا قلت أخو زوج أختي حاط عليها من العباس يعني لا خطي فلوس، بس هي إنه متأخذين يعني ما يجيب مثلاً يقول قرضان للبيت وما عيدن الشغلات ما يجيب، هنا هو يقول لها يعني عليك مثلاً أشتري شيء ملابس مثلاً لفات حتى الملابس بالعرس والقوات يلا يجيبهن لها، فهتقول أنا متأخذين ما أطلعهن يعني لأختي لأمي إلي أنا بيتي وجهالي والملابس إلي. أخذ زهراء يعني طبعا كان كلام يزرني لولا. طبعا كان كلام السيد، شكرا لاتصالك، خلي أعرج على الموضوع. طبعا سيدنا السادة المشاهدين يعني مثل هسه الأخت زهراء يحبون دائما يدخلون بالجزئيات الأسئلة مالتهم، بما أنه إحنا نتكلم حتى بالأسئلة نتكلم بالجزئيات ونتكلم بالعموميات. هنا هي بما أنه زوج أختها محلفها بالعباس عليه السلام، هذا القسم هل هي ملزمة بي؟ بما أنه أنت كذلك جنابك قلت على أنه هي ملزمة وإن كان ماكو قسم. وإن كان ماكو قسم بلي، فحلفها بأنه ما تأخذ مثلا من هذه الفلوس إلا بقدر معين بلي. مثلا كذلك جنابكم قلتوا أنه هو ملزم بقضية شراء الملابس بلي، وكذلك الشرب والأكل، الأكل والشرب واللبس، هذه هي من خصائص الرجل. هنا هسه الأخت زهراء، أحسنت الأخت زهراء، شنو تقول؟ تذكر تقول حتى شراء الملابس هي بالعركات وبالمشاكل. بلي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ينبغي على الرجل إذا كان طبعا عفوا ينبغي على المرأة أن لا تحمل الرجل أكثر مما يطيق، هذا
الضابطة في الحسن المعاشرة بين الأزواج، نعم، في داخل الأسرة الواحدة وأيضا فيما بين الأسر في المجتمع الواحد. نعم. أن لا يحمل المسؤول اللي هو الرجل أكثر مما يطيق. الرجل مثلا ما عنده غير بس هذا اللي يقدر له، احنا نقولنا بالعامية أنه يقدر فقط يشتري هذه الحاجة، أما مثلا فد خمس حاجات ما يقدر يشتري، مو صحيح لو لا؟ نعم. فلا يحمل أكثر مما يطيق، هذه واحدة. اثنين، إذا هذا رجل ذو سعة، يعني عنده فلوس مو ما عنده، ويطيق أن يشتري، ينبغي أن يعني يسترضى هذا الرجل في أن مثلا نأخذ أو نشتري ما هو فوق الحاجة. الحاجة ما يحتاج أنه نقل له رضيت لو ما رضيت، نقل له احنا نريد نشتري هاي حاجتنا، هاي الملابس اللي نريد نشتريها، هذا الأكل اللي نريد نشتريه، هذا الشرب اللي نشتري، طينا فلوس هو ينطي الفلوس. أما أكثر من الحاجة فهنا يجب أن يؤخذ إذن هذا رب البيت اللي هو اللي دا ينطي الفلوس ويصرف على عائلته. أما أكثر من الحاجة بدون أخذ إذنه لا يجوز إلا بأخذ إذنه، أو عندهم نوع من الإذن يسمى بإذن الفحوى، يعني هو حتى وإن اشتروا أكثر من اللازم يعرفون به أنه يرضى، إذا حاجوا يقبل. بس مبين دام هو محلفه بالعباس اصلا هذا ما بيفكر. انا احكي بشكل عام، يعني كل الازواج مو فقط هذا الزوج اللي للمتصله، لا لا، لكل الازواج. فاذا كان مثلا هذا يعرفون يسموها اذن الفحوه، اذا عندهم اذن من ابوهم انه يشترون فوق الحاجه ما يخالف، يشترون هاي الحاجه ويرجعون للابو او لولي الامر يقولوا له يا ابا هاي اشترينا، فهو يرضى في هذه الحالة، وهم يدرون به أنه شنو يرضى، هذا لا بأس به. أما تصل الأمر إلى أنه يحلفهم بالعباس، يعني هذا شنو من علامة؟ علامة على أنه ما يرضى أكيدان عن كل شيء زايد عن الحاجة. أما لا، أما الحاجة نفسها يعني مو من الصحيح أن يحلف عائلتها بأي قسم من الأقسام. أحسن، بارك الله بيك. نأخذ السؤال الأخير وعندنا 3 دقائق. سؤال الأخ أبو علي الشمري. أبو علي يقول أنا أقطع المسافة الشرعية لأجل الدوام، وهذه المسافة هي 15 عفوا لأجل الدوام لمدة 15 يوم، فما حكم الصلاة والصيام؟ بلي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مدة 15 يوم هو يروح ويجي، نعم، في هذه الحالة هذا يعتبر كثير السفر، لأن ضابطة كثير السفر أو ما ينطبق عليه هذه الضابطة أو هذا العنوان، عنوان كثير السفر، هو أن لا يبقى في مكان واحد مثلا 10 أيام فأكثر. بلي. لا يبقى في مكان واحد 10 أيام، وإلا لو بقي في مكانه 10 أيام كان سميناه مقيم. بلي. لكن بما أنه لا يبقى 10 أيام في مكان واحد يعتبر كثير السفر. أحسنتم. وهذا 15 يوم رايح جاي لأجل دوامه، فهذا يعتبر أيضا شنو؟ كثير السفر. طبعا إذا عد هكذا فعلا أنه كثير السفر، في هذه الحالة يكون صلاته تمام وصيامه كذلك. نعم. لأنه شنو؟ كثير السفر. نعم، لو أقام في مكان واحد 10 أيام يقطع بها هذا هذا السفر، يكون قاطع لهذا السفر، فيما لو أقام 10 أيام في مكان واحد. إذا أراد بعد ذلك أن ينشئ سفرا، أن يروح الدوامة هذا اللي رايح وجاي عليه، السفرة الأولى يقصر في سفره، يعني الصلاة تكون قصر وصيامه كذلك ما يصوم، لأنه ما يجوز الصيام في السفر. لكن بالسفرة الثانية، ثاني يوم مثلا، إذا أيضا يريد يروح هاي المسافة يقطعها، في هذه الحالة يتم في سفره. أحسنت، بارك الله بيك. شكرا لكم سماحة السيد رابط الرياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، بارك الله بيكم. وكذلك مشاهدين الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقيكم في الحلقة القادمة وآخر دعوانا.
اللهم عجل لوليك الفرج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء. الحق والإيمان فتفقهوا في شرات الديان، الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن.